كالسيوم طبيعي 100% قدم قوي راسه بصحه وراحه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. المهم الاخوه اللي ما شاء الله نضرب الدارجه المغربيه جبنا لكم بديل السيبيا، يعني السيبيا حاليا كنشوفوها وصلت في الاسواق 50 درهم الكيلو 60 درهم 30 درهم على حسب الجوده ديالها، ولكن ان شاء الله حنا صافي غادي نساليو من السيبيا. واش غير باش نقول لكم واحد الملاحظه عن كاين واحد خطا فادح، هو ان السيبيا كيقول لك هي الكالسيوم وهذا خلط. السيبيا فيها غير واحد النسبه مئويه ديال الكالسيوم وفيها بزاف ديال المواد وحده اخرى، والحمد لله بعد بحث عميق ومعمق وصلنا بلي ان كاين هاد الماده هذه اللي هي عباره عن كبريتات الكالسيوم. فهذه هي الكالسيوم، هذا 100% كالسيوم، ها هو كبريتات الكالسيوم. غير هو فاش غادي نضيفوا عليه الماء، وهذا الماء هذا اللي كيتباع في الحوانت حاول تستعملوا الماء اللي كيتباع في الحوانت وخلطوه مع كبريتات الكالسيوم. فاش كنخلطوه مع كبريتات الكالسيوم كيعطيونا واحد الماده صلبه، وديك الماده كتسمى بالقبص. اذا القبص راه هو كوال الكالسيوم، هو اللي نقدر نقول لك احسن بزاف من السي بي. علاش؟ حقاش القبص كيحتوي على 100% من الكالسيوم، حقاش هو كبريتات الكالسيوم مخلطين بالماء. فتشاهدوا معنا الطريقه ان شاء الله، وهذه احسن 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 كالسيوم تقدر تقدمه للطيور. المهم كنجيبو انا جبت الكيسان هذا باش نعدل على الشكل الخارجي ديال هذا الكاس. في الاخر ان شاء الله غادي تشوفوا الشكل الخارجي بعد ما يجمد القوس في وسط الكاس هذا، غادي تشاهدوا معنا كيفاش كيرجع. المهم ان شاء الله اول حاجه غادي نجيبو الماء كنكبوه على هذا هذا، كنجيبو هاد كبريتات الكالسيوم اللي هو القوس، وغير 2 دراهم الكيلو، يعني 2 دراهم غادي تضرب معاك شهرين 3 شهور وما غاديش تخسر فيها بزاف كيف ما كتشوفوا. كنبقاو نخلطوا على هذا الشكل هذايا هذا، كنخلطوا كبريتات الكالسيوم مع الماء حتى كيبيع عاد على هذا الشكل هذا. فالاخوان صافي سالينا السيبيا واللي هي غادي توصل 50 درهم، فما عرفتش شنو غادي ندخل فيها. خاوا الاخوان الطريقه الكيميائيه هذا هو الكالسيوم 100%، غادي تلقى الصيغه الكيميائيه هي الصيغه اس او، واللي ما يزيد يبحث على المعلومه ماركو، يعني اي سؤال خليه يتعالى ان شاء الله غادي نجاوبه. ها الاخوان نبقاو نخلطوا حتى كيعقد مزيان. نحن نقوم بخلطه فيه سكيدة في عقاد، وغادي نبقى قوي جدا إن شاء الله، وغادي نشوفوا الشكل النهائي ديالو. إن شاء الله خصنا نعوضو بالخلفية، نعوضو شوفو نعوضو بالكاس إلا ما عرفتش تعوض، غادي نديك الساعة غادي نديرو بحال هكا. هانتوما الإخوان، وغادي نخليوه حتى يبس إن شاء الله، غادي نشوفو شوفو النتيجة في النهاية، وهكا غادي نبقاو ماشيين شوية بشوية مع هاد الكيسان كاملين. احنا ماشيين كنعوضو الكالسيوم ديالنا، المهم نتلاقاو مع عملنا نكملو هاد المنتوجات ان شاء الله. المهم الاخوان بعد ما خلطنا كبريتات الكالسيوم مع الماء عطانا القبص بحال هدا على هاد الشكل هدا، عملناه في هاد القالب ياك هما هدايا، وخلينا واحد شوية على من ما يقصح، وان شاء الله غادي نحيدو هاد القالب هدا باش يزيد يبس في الهواء ما يبقاش مرتبط بهاد القالب ديالو. ان شاء الله غادي تشوفوا معنا الطريقه من الخلطات ناخذ الورقه ونخوات ما كتشوفوا. هذا الكالسيوم ديالنا ها هو جاهز للتقديم، غير هو ماشي غنقدموه من ديك الساعه لحقاش حنا سنينا غير شويه، غادي نخليوه واحد المهم من الاحسن الا خليته 24 ساعه على هذا الشكل هذا عاد تقدموا للطيور غيكون افضل. والكالسيوم ديالنا كيكون على هذا الشكل هذا باش تقدر تخدموا الطويرات. ها انتم جوج دراهم ان شاء الله كتعملكم غلط كتعملكم صافي راه ما تخافوش باقي ها واش غنعطوا معنا هذيك الحواشي هذا ها آه، الله يبارك الكالسيوم جاهز. ها انتم الاخوان كاين شي واحد عيطنا الكالسيوم ديالي انا الله مبارك لك خويا الكالسيوم طبيعي 100% اللي عنده اي سؤال ما خاف. وإلا ما خليوه يجبد بعد 24 ساعة من الأطراف تقدموا فيها. الله يسلمك التحيات. ها احنا الأخوان، ها احنا الأخوان الله مبارك.
كالسيوم طبيعي 100% قدام طويلات بالصحة والراحة. سبحان الله مبارك الاخوان، بعد السي بي خدام كما كتشوفوا راه كلاو منه.